السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايب لك حاجه ممكن تغير حياتك 180 درجه، بس لو استغلتها صح. حاجه ممكن تغير مسار العالم حرفيا، حاجه ممكن تلغي وظائف كتير، حاجه هتكون ليك العقل المنفذ. كل ما عليك انك تعبر عن احتياجك اللي بيدور جوه دماغك وسيب الباقي عليها. الحاجه دي اسمها تشات جي بي تي، اداه معموله بالذكاء الاصطناعي. اطلب منها اي حاجه انت عاوزها، قول لها مثلا انا زعلان خليني سعيد، هتكلمك كانها شخص تعرفك وهتديك حلول، مش هتسيبك تفكر مع نفسك. هتقولك فكر في الحاجات اللي انت تملكها واشكرها، او اخرج بره واستمتع بالشروق وشم هوا نقي، او اتحرك واعمل تمارين، او اتكلم مع حد تثق فيه واحكي له عن اللي جواك. طبعا هي مش بترميلك الحلول وتسيبك كده مع نفسك، لا، دي بتشرح لك كل حل وبتقول لك الحل ده بيفيد في كذا وكذا وكذا. وممكن تقول لها مثلا انا عندي صداع قولي لي حلول، هترد عليك وتوفر لك كذا طريقه تبعد عنك الصداع. يعني مثلا هتقول لك خد نوع كذا من الدواء واتبع التعليمات اللي على العلبه، مع اني ما برجحش نقطه العلاج دي خالص وبخليها اخر حاجه ممكن الانسان يفكر فيها. وهتقول لك برضو انك ممكن تحط حاجه بارده او سخنه على راسك، وهتبدا تشرح لك ان الحاجه البارده ممكن تقلل الالتهاب، وان الحاجه السخنه ممكن تخلي العضلات مسترخيه، ودي حاجات بتخلي الصداع يروح من دماغك. وهتقول لك اشرب ميه كتير، وده حل فعال جدا 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 لحاجات كتير في الجسم، فاشرب ميه. وهتقول لك برضو اعمل تكنيكات الاسترخاء، زي مثلا اتنفس بعمق او اتامل. وفي النهايه هتقول لك لو لسه الصداع بيلعب في دماغك فانت لازم تروح لطبيب. طبعا حد ممكن يقول لي طب ما ده عادي، جوجل اسيستنت او سيري ممكن يقوموا بنفس المهمه. اولا جرب تسال سيري او جوجل اسيستنت نفس السؤال وشوف الفرق بين الاجابات. ثانيا انا ما زلت في الحاجات العاديه يا عزيزي المشاهد، فاضي تطلع معايا لمستوى اعلى سيكه؟ يلا بينا. بص يا سيدي، ممكن تقول لها اكتبي لي مقال عن شيء معين، وليكن مثلا اكتبي لي مقال عن جامعه القاهره. طبعا هتبدا تكتب لك المقال واحده واحده وتوفر لك معلومات كويسه تقدر من خلالها انك تعمل مقال كويس. وممكن برضو تقول لها اكتبي لي سكريبت الفيديو عن الاهرامات. بص بقى هتعمل لك ايه. اول حاجه هتديها لك انك هتقول لك خد شوت للاهرامات من بره في شكل بانورامي، وده اللي هتخليه في مطلع الفيديو. وبعد كده هتقول لك خلي الفيديو بالعنوان ده، وبعد كده هتقول لك الراوي هيقول كذا، وانت تاخد شوت لكذا كذا كذا، بعد كده الراوي هيكمل ويقول كذا، بعد كده تاخد شوت لكذا كذا كذا، بعد كده الراوي يكمل وانت تاخد شوت، وهكذا لحد ما ينتهي الفيديو. لو لسه شايف ان ده عادي فتعالى بقى معايا المستوى اعلى من كده وركز. ممكن حضرتك ببساطه جدا تقول للاداء اكتبي لي كود برمجه معين لصفحه فيها زرار او زرارين او ثلاثه او ايا كان، وهتكتب لك الكود واحده واحده، وحضرتك هتاخده تحطه في برنامج البرمجه وتطلع البرنامج بتاعك زي الفل، حاجه في منتهى الروعه. والامثله طبعا كتير جدا، ودماغك ممكن تاخدك لابعد من كده بكتير وتخليك تعمل حاجات ما حصلتش بالطول دي. وان شاء الله هعمل لكم فيديو فيه بعض الامثله اللي تخليك تعمل فلوس من خلال الاداه دي باذن الله. ودلوقتي انا عندي سؤال مهم اتمنى تجاوبوني عليه، تفتكروا الاداه دي ممكن تكون بديل لجوجل في يوم من الايام، ولا جوجل هيفضل في المقدمه ومش هنقدر نستغنى عنه ابدا؟ هستنى اجابتكم. وما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.